بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المشاهدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نرحب بكم في هذه الحلقة من برنامجكم الأسبوعي تحت الضوء، وفيها نفتح ملف السياحة في السلطنة وآلية تطوير هذا القطاع. ونرحب بضيوف هذه الحلقة وهم عبد العزيز بن راشد الحسني، عضو مجلس إدارة الغرفة بمحافظة جنوب الشرقية ونائب رئيس لجنة السياحة بالغرفة، مرحبا بك. والأستاذ نبيل بن عبد الوهاب الزجالي، نائب مدير عام فندق قصر البستان. وبدر بن سعيد الذهلي، محاضر في إدارة السياحة الدولية بكلية عمان للسياحة، مرحبا بكم جميعا. أهلا وسهلا. وقبل الدخول للحوار نذهب إلى فاصل قصير ثم نعود، ابقوا معنا. أهلا بكم من جميع وأهلا بكم من جديد. ونذهب مباشرة إلى ضيوف هذه الحلقة ونبدأ معك عبد العزيز. عبد العزيز، أذهب بسؤال مباشر إليك، لماذا نعول على السياحة بالمفهوم الواسع؟ أول شيء أشكركم أخي يوسف على هذه الاستضافة وإتاحت الفرصة لنا. طبعا احنا نعول كثير على السياحه في سلطنه عمان نظرا للمقومات المتوفره فيها من ناحيه السياحه البحريه او الصحراويه، او يعني تقدر تقول على كافه يعني التضاريس المتوفره في السلطنه والمناخ والمقومات اللي موجوده. فلذلك نجد انها بيئه جاهزه او بادية في الإنشاء أو في الإعداد لها في أنها تكون بيئة مقومة قوية جدا للسياحة وعوائدها الكبيرة. طيب، بالنظر إلى هذه المقومات التي تمتلكها السلطنة، يعني برأيك إلى أي مدى نجحت السلطنة في توظيف هذه المقومات لتعزيز القطاع السياحي؟ والله نجدها لحد طبعا جميع كافة الجهات المعنية في السياحة قطعت شوط أو مشوار كبير في هذا الجانب. إذا نتكلم اليوم عن الغرف الإيوائية في السلطنة الموجودة، رقم كبير جدا ومقياس يقاس بنجاح. طبعا كم عدد الغرف حوالي حاليا؟ من حد الإحصائية السنة الماضية 12,000 غرفة، ومتوقع أنها تنمو لسنة 2020 إلى 20,000 غرفة إيوائية. مع أن هذا الرقم ما زال ضئيلا بالنسبة للسلطنة بمقوماتها المختلفة. نعم، كيف أنت لما تجي تقارن أخي يوسف الرقم هذا بالغرف الإيوائية بالأعداد هذه، أجل لازم تقارنها مع المقومات اللي هي جاهزة أو مفعلة حاليا وجالسة تعمل بها بناء على عدد السياح اللي يتوافدوا إلى سلطنة عمان. نعم، فنجدها نسبة جيدة وهي في نمو طبعا، وبخلاف هذه السنة راح تظهر إن شاء الله إحصائيات جديدة. طيب أنا أسأل نبيل هنا، أنت في الفندق نبيل، 12,000 ونزيد هذا الرقم إلى 20,000 كما قال عبد العزيز، هذا الرقم هل برأيك رقم كاف لتغطية احتياجات السياح الذين يتوافدون إلى السلطنة؟ أخوان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوسف، وشكرا على إتاحة الفرصة لنا نتكلم في مجال السياحة. 12,000 تعتبر ضئيلة حاليا لما تقارنها من ناحية عدد السواح أو من ناحية الطلب اللي موجود والعروض الموجودة في العالم. 12,000 في بلد تعتبر السياحة أو تنظر إلى السياحة استراتيجيا كأنها كعنصر من عناصر الأساسية في الدخل الاقتصاد. القومي الاقتصاد والدخل القومي في الوقت الحالي تعتبر ضئيلة جدا. ولو سمعت في إحصائيات كثيرة تقول لك إن أو في دراسات أو استبيانات تقول والله السلطنة من أغلى دول في المنطقة أو في العالم، دول يعني مصنفة. ف 12,000 طبعا ضئيل
أو يعتبر وبالذات أن 12,000 هذه لما تنظر لها تنظر لها من ناحية أنت عندك الشقق الفندقية، عندك فنادق درجة واحدة، عندك فنادق يعني وهل المعايير اللي مبنية عليها الإيواء هذا اللي احنا هل هي تتناسب مع الطلب أو مع المعايير اللي هي تعتبر اللي مش القصوى أو يعني العادية الحد الأدنى المعيار من ناحية الجودة، جودة المعروض. فبالتالي يعني لما تنظر احنا النظر الحين اذا اكثر الفنادق 5 نجوم 4 نجوم وفي بعض وفنادق 3 نجوم اللي طالعه في البلد عندنا هذه اعدادها ضئيله جدا من ناحيه طيب السياحه العالميه. عدد الغرف في الفنادق ذات ال5 وال4 نجوم تقريبا 3500 أقل لأنك أنت بينك الشنغريلا والبستان الحياة هذا في مسقط، ولكن أيضا في بقية محافظات السلطنة ما عند الميلينيوم يعتبر 4 يعني أوكي تقدر تقول 3 أقل يمكن 3000 طيب يعني إذا هذا الرقم اللي هو 3000 لا يحقق يعني الهدف المنشود ولا يحقق أيضا هو شوف هو من ناحية يعني أنا كمدير فندق أنا مبسوط لأن الدخل عالي يكون دخل عالي لانكم انتم رافعين الاسعار في لا في موضوع رفع الاسعار هي عمليه عرض وطلب لا طيب. هي شوف هي عمليه عرض وطلب طيب نحن عفوا نبيل لما نقول نحن مثلا نحن السلطنه من اعلى اغلى الدول فيما يتعلق بالايواء الفندقي خاصه في الغرف او الفنادق ذات ال5 نجوم و6 نجوم طيب يعني اذا كانت الغرفه حوالي 150 ل 200 ريال مثلا هل هذا طيب هل هذا الرقم يعني رقم حقيقي اذا يعني كان عندك شوف هي واقعي على شوف هو هو اي سعر انت ممكن تحطه المستهلك او الضيف هو يقرر او يعني المستهلك او الزبون هو اللي يقرر لك اذا كان السعر يناسبه ولا لا مقارنه بالعالم. انت نوعيه الفنادق اللي عندنا عاليه الجوده نوعيه الخدمات ال5 نجوم طبعا عالميه جدا تضاف فانت لما يجي لك واحد والله يقول لك ان انا احنا احيانا توصل الغرفه 300 ريال صحيح لما توصل في ذروه موسم معينه وعندك طلب بعدك ما تقدر توفي ترى الناس تحب عمان لكن احنا ايضا مغالين في الاسعار لا ما غالين هو انت هي شوف هي كلها عرض طلب انت حتى في انت عمرك ما تقدر تحدد طيب سعر معين طيب خلينا كذا الاسعار موسميه طيب خلينا نوضح الصوره اقول لك شيء اخر لا حبيبي لا خلينا نوضح الصوره لو عندنا مثلا لو عندنا اليوم 50 فندق لو عندنا 50 فندق 5 نجوم في 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 محافظه مسقط هل الاسعار تبقى على ما هي عليه؟ يعتمد لان احيانا في عندك الطلب الغير مرن وهو بما معناه ان انا جاي لفندق معين بغض النظر عن السعر يعني اذا كان سعره اليوم 100 بس كم فيه سعره 200 ما يردني بس كم فيه هاي نوعيه معينه أيوة. من الناس يعني ففي فنادق لا في طلب غير في فنادق معينه في العالم اليوم انت تروح لها ب 1000 ريال في الليله صحيح مع العلم ان جنبها فندق 5 نجوم له مثلا ب 50 ريال او 80 ريال صحيح فهذه موجوده ففي يعني هذا لازم تاخذه بالاعتبار ما تقدر تقارن مثلا قصر البستان مع لان هذا له تاريخ وله امور وله اشياء فالعالم تجي للقصص وللتجارب اللي حواليه ما تجي للغرفه تجي للتجربه ككل وايضا الاسم قد يسبق الفندق قصر البستان طيب انا اسال هنا بدر يعني هل الارقام هذه يعني فيما يتعلق بالاعداد وايضا فيما يتعلق بالاسعار عندما نقول من 200 كما قال نبيل من 200 الى 300 ريال اسعار الغرف في مواسم الذروه وبعض الاحيان تزيد يعني ومع ذلك السائح ياتي هل يعني هذا شيء واقعي فيما يتعلق بالسياحه ونحن نريد النهوض بهذا القطاع اتوقع بان من ضمن التحديات الكبيره التي تواجهها السلطنه هو الاسعار المبالغ فيها في اسعار الايواء خلينا نسميها بهذا المسمى الموجود في السلطنة إذا ما تحدثنا خاصة عن فئة فنادق ال5 نجوم هنالك يعني أسعار لا تتناسب مع أنماط مختلفة من السياح خاصة فيما يتعلق بالسياحة الداخلية هنالك تذمر كبير من قبل المواطنين أو حتى المقيمين في أسعار المنشآت الإيوائية آخر المؤشرات تتحدث بأن أكثر من 38% من المبلغ اللي يعد للرحلة السياحية في دخول عمان يذهب إلى 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 الإقامة وهذا يعتبر من ضمن أكبر المؤشرات على مستوى العالم للأسف الشديد لا يوجد هنالك تقنين ولا يوجد هنالك تسعيرة محددة للفنادق الجانب الآخر أيضا المرافق الموجودة داخل الفندق
اللي تتناسب، مثل ما تفضل الأستاذ نبيل، ربما الفنادق يعني على مستوى عالمي، هذا بالضرورة يجب أن تكون على مستوى عالمي إذا ما أردنا أن نصنف هذه الفنادق من فئة النجمة إلى فئة الخمس نجوم. إذا ذهبت إلى أي مكان في العالم ستجد هذا النوع من الخدمات موجود على حسب وجود النجوم أو تعدد النجوم داخل هذه الفنادق. أيضا أنواع الفنادق في السلطنة غير متناسبة واحتياجات الأسرة، فنجد عدد محدود جدا من أنواع الفنادق، سواء كانت متركزة على شقق فندقية أو فنادق ذوات النجوم العالية. أما باقي الفنادق المتعلقة بالعوائل أو سياحة العوائل قد تكون محدودة جدا، مما ربما يؤدي إلى عزوف الكثير من المواطنين أو ما نسميها بالسياحة الداخلية عن يعني عمل السياحة الداخلية أو إيجاد بدائل أخرى للذهاب إلى أماكن خارج السلطنة كمتنفس لهم. طيب أنا عبد العزيز أسألك يعني عما قاله بدر، يعني نحن لدينا كل الدول أيضا تعتمد على السياحة الداخلية وعلى السياحة الإقليمية وعلى السياحة العالمية. خلينا نقول يعني كما قال نبيل إنه هناك من الأشخاص يأتون إلى فنادق ذات الخمس نجوم والست نجوم أيضا، ويعني يبحثون عن خدمات معينة ويمكن يمكثون في هذا الفندق لمدة 7 أيام ما يخرجون. هل هذه النوعية من السياحة التي نريدها السياحة سياحة النخبة، أم نحن نحتاج إلى سياحة يعني أكثر انتشارا، بمعنى استخدام كافة أنواع الفنادق ومثل ما قال بدر الآن الفنادق العائلية، وبالتالي أن الفائدة تزيد بالنسبة للمجتمع من خلال المشتريات والبيع والشراء إلى ما ذلك؟ نعم طبعا أخوي يوسف، أنا أتفق مع أخوي بدر في طرحه، إن إحنا نحتاج لتغطية أكثر من ناحية السيجمنت أو الكاتيجوريز اللي هي في تقع فيها الفنادق في سلطنة عمان. وطبعا مثل أنا أشارك الرأي من خلال الأسعار جدا مرتفعة، وإحنا هذه واحدة من التحديات اللي تواجهها السلطنة، ليس فقط في الارتفاع الأسعار الفنادق، كذلك أيضا في أسعار المواصلات، أسعار الطعام، وهذه ليست عبي دور القطاع الخاص فقط، وإنما حتى على مستوى المجتمع السائح، لأن السائح اليوم عنده ثقافة مختلفة عننا نحن، يعني مع احترامي العرب، احنا ثقافتنا إنها نصرف في البذخ في لما نسافر ما عندنا مشكلة، مع أن الدول الأوروبية الغربية مستوى الدخل الفرد عالي جدا، ولكن لم عنده ثقافته في السفر يحاول يعني يعمل سيفنج او استقطاع من التكاليف على قدر ما يستطيع. وايضا هو اصلا السياحه الاوروبيه يريد يشوف الاثار، يشوف التاريخ، يشوف ثقافه هذه البلدان. نعم. يمكن ربما يعني نحن كعرب لدينا ثقافه اخرى يعني. نعم. على كل حال انا يعني فيما اردت السؤال في هذا الموضوع بالتحديد، يعني هل نبقي على هذا النوع من الفنادق ذات الخمس نجوم على ما هي عليه، وبالتالي نحن نستقطب سياح النخبة ويعني ندير الظهر فيما يتعلق بالسياحة الأخرى الأقل من ذلك؟ لا بالعكس، مفروض تستهدف جميع الفئات ويغير في نظام الفئات الفندقة في عمان، لأن بمجرد أخو يوسف أنت تغير الفئات في الفنادق مباشرة راح يتحول عندك السيجمنت أو السوق الماركت هنا في السلطنة إلى سياحة داخلية، بحيث حتى المواطن العماني ممكن يعمل سياحة داخلية، وأيضا كذلك استجلاب المستثمرين أو استقطاب من دول الجوار أيضا، يعني في كثير من المقيمين في هذه الدول يتمنوا زيارة السلطنة، ولكن الكثير أيضا يشكو من ارتفاع الأسعار وأيضا من عدم توفر الفنادق ذات الثلاث نجوم والأربع نجوم. طيب نبيل، لدينا مقومات سياحية، لكن هل لدينا خطة واضحة؟ وأنت رجل في السياحة تعمل من مدة طويلة، يعني هل تم توظيف هذه المقومات من أجل نحن فعلا نستقطب السياح، يا أخي خلينا نقول سياحة النخبة والسياحة الأخرى، يعني السياحة البينية؟ هو المقومات الحمد لله موجودة. السلطنة يعني أول كانت عن المديرية العامة للسياحة، وبعدين بفضل وبعدين بعد وجود وزارة السياحة، مشاركات في المعارض العالمية موجودة من أتذكر من 89 أو يعني هم ابتدت. الخطط في خطط كثيره كانت، لكن الحمد لله يعني ممكن اقول لك شيء جيد صاير في الاونه الاخيره، ان هناك في
تم تعيين شركه، انا كنت من ضمن فريق اللي تحليل البيانات العروض والبيانات اللي جات لعمل استراتيجيه شامله لتنميه السياحه، استراتيجيه مش بس للتسويق، التسويق انا من ضمن فريق العمل في التسويق، لكن تم تعيين شركه عالميه لوضع استراتيجيه متكامله من ضمنها يعني من الاشياء اللي يقول لك حتى اعاده مش بس التشريعات، اعاده حتى لو اضطر الوضع ان اعاده هيكله وزاره السياحه لتتمشى مع الاهداف، ولانها تمشي خطه استراتيجيه 30 سنه يعني تنظر لها، فهي تنظر الى التشريعات، تنظر الى التجارب اللي موجوده في البلد، تنظر الى عدد الغرف اللي موجوده، تنظر الى الحوافز اللي موجوده لتشجيع الاستثمارات. فهذه الاستراتيجيه ان شاء الله نتمنى انها تاخذ يعني تتوقع من تكون جاهزه في الربع الاول من 2015 باذن الله ان شاء الله. تسمعت الخبره الاسبانيه اعتقد نحن الحقيقه كنا نتمنى حد من وزاره السياحه يشارك معنا في هذه الحلقه، ولكن الاخوان ايضا بس خليني انا عندي شيء واحد، انا اسف انا اعرف مربوط، احنا تكلمنا في الاسعار. نعم السعر اليوم 60 ريال خمس نجوم الحين تروح البستان خارج الموسم. ايوه بالضبط، تجي تقول لي والله انا لازم اغير واعمل سياسات، احنا لازم نقرر هل احنا اقتصاد حر ولا اقتصاد حر مبني على الطلب والعرض، او احنا نقعد نقنن اسعارنا وننسى مستويات الجوده. طيب انا اسالك الان، انت رجل في السياحه، هل دول العالم كلها تتعامل بنفس الطريقه فيما يتعلق بالاسعار؟ كلها تتعامل بنفس الطريقه الا اذا ابي اربط نفسي في دول اللي تسمي دول العالم الثالث، اللي يقول لك والله هذا مواطن سعره غير وهذا اجنبي سعره، احيانا تحصل المواطن سعره اعلى من الاجنبي. هالكلام احنا ما نمشي فيه، هي عرض وطلب، احنا اقتصادنا اقتصاد سوق حر. اذا في هناك استغلال هذا شيء اخر. والجهه اللي تستغل تحاسب، ولكن ايضا انت لا تنسى ان اللي يبني فندق رجل اعمال. محتاج مردود. صحيح. اجي انا على اي اساس انا اكون موظف اقعد احدد لا السعر ما زيد، وبعدين شيء ثاني لما انا اجي اقول العماني ما يقدر، ليش يا اخي العماني ما يقدر؟ ايش مستوى دخل العماني؟ يعني كل انسان يعني له دخل، فكل انسان كل انسان يعني انا ليش اذا بالطريقه هذه خليني اقول والله سعر الروز رويس يكون مثل سعر السيات. لا هو فبالطريقه هذه اذا احنا ما هذا نبيل، هو قضيه ايش؟ الاخوان طرحوا انه يجب ان تكون هذه الفنادق ذات الخمس نجوم وست نجوم ان شاء الله موجوده في البلد، وايضا تستهدف سواح من نوعيه معينه، والفنادق الاخرى ذات الاربع نجوم والثلاث نجوم ايضا موجوده، وبالتالي تكون هناك تنافسيه كلما زاد العدد. انت محتاج جميع النجوم تكون موجوده، انت محتاج مثل ما تفضل دكتور يعني مثل عندك ابسط، انا اعطيك مثال حي موجود عندنا ويعتبر من المنافسين لنا الشنغريلا. ثلاث فنادق في مكان واحد، منتج ذكي جدا. عندك الفندق العائلي الواحد، عندك الفندق خمس نجوم، وعندك الفندق الست نجوم واللي اكثر اللي هو يعتبر القلعة. فيقدم لك للكل الصندق. يقدم لك يعني يقدم لك منتجات للكل على حسب. فندق صغير مبني لسبب معين او مبني لهدف معين له تجربه معينه، هذا ممكن انت تحصله اليوم يعني اي مكان في العالم. مثل ما قلت لك الاسعار عرض وطلب، وفي عرض او في مثل ما اقول لك الطلب العرض الغير مرن او الطلب الغير مرن، بما معناه ان السعر ما يهمني انا، تهمني التجربه. بعدين فنادق تشتغل على والله انا عندي 50 غرفه او 100 غرفه ويكون عندي موظف لكل يعني لكل خمس غرف موظف، وبينما فندق يقول لك لا لكل موظف مثل احنا قصر البستان على الامور، احنا لكل غرفه موظفين ونص يعتبروا يعني. انت قاعد تسوي دعايته حال فندق البستان. لا انا اتكلم قصر البستان. انا اتكلم على كل حال يعني حكومه شريكه في هذا الفندق. أيوة. وبالتالي هي شوف قصر البستان هذا لا خدمات متميزه. انا اعتبره هذا هديه من صاحب جلاله البلد، من احد مقومات الله يحفظه، من احد مقومات السياحه. صحيح. الاساسيه معلم سياحي. واجهه فندق قصر البستان واجهه، خلينا نقول يعني بكل الحقائق. طيب بدر الآن فيما يتعلق إذا ربطنا بين المقومات وبين ما هو موجود من الفنادق، ونحن ما نتكلم الآن عن مسقط والفنادق ذات الخمس نجوم والست نجوم في مسقط، ولكن نتكلم عن جميع محافظات السلطنة. نبيل قال الحين نحن عندنا بعض الغرف في فندق قصر البستان وهو فندق خمس نجوم أو ست نجوم حتى بستين ريال، لأن نحن خارج الموسم، ولكن هناك موسم أيضا في بعض محافظات السلطنة. في الجبل الأخضر الآن درجات الحرارة في النهار تقريبا 26، في الليل حوالي 22.
أيضا في بعض المحافظات بعد أيام إن شاء الله في محافظة ظفار أيضا الشرقية وأيضا الوسطى درجات الحرارة قد تنزل. ولكن هل يعني الغرف الإيوائية، هل المقومات اللي هي الفندقية موجودة متوفرة، بالتالي يستطيع السائح أو السلطنة تستفيد من كل المواسم فيها؟ يجب في البداية أن نحدد، عندما وضعنا الاستراتيجيات العامة لقطاع السياحة في عمان في 2003 تشريعات و2004 عند إنشاء وزارة السياحة، ما هو المغزى من السياحة في عمان؟ ما هو الهدف من فتح أبواب البلد سواء كان للسياحة الخارجية أو حتى للسياحة الداخلية؟ الهدف الرئيسي هو توظيف المقومات الطبيعية التراثية والثقافية الموجودة في البلد أفضل توظيف، بحيث لا يعني تدمر هذه البيئة، وأيضا استفادة المجتمع المحلي بالدرجة الأولى. أوجه القصور الموجودة بالدرجة الأولى في المقومات السياحية الخارجة عن المواقع الرئيسية أو أمهات المدن الرئيسية في عمان هو عدم وجود مرافق تؤهل إنشاء أماكن إيوائية، وهذا من ضمن التحديات الكبيرة اللي نواجهها حقيقة في البلد. هذا جانب. الجانب الآخر عدم وجود الأماكن الإيوائية الذكية. لا يعني في كل دول العالم يوجد لديهم ما يسمى بالبي أم بي أو الإفطار والنوم، عبارة عن بيت بيئي من البيئة المحلية، عوائل معينة قامت بإنشاء عمل بعض الخدمات البسيطة، يأتي السائح خاصة في مثل هذه المواقع والاستمتاع بالخدمات الموجودة. لا توجد لدينا أفكار مثل هذه الأفكار، ربما نلقي نوعا ما باللوم على القائمين على هذا القطاع. لا يوجد وعي سياحي في تأهيل وإعداد بيئات تقدم نوعية من الخدمات الإيوائية في هذه المواقع التي تفضلت فيها خارج أمهات المدن أو خارج العاصمة، في تقديم هذا النمط من السياحة أو من هذه الخدمات. بالإضافة إلى ذلك، ربما المرافق المكملة سواء كان الطرق، سواء كان دورات المياه، المطار، الكهرباء، وحتى الاتصالات قد تكون أيضا غير متوفرة، أو إذا كانت متوفرة فقط تفي باحتياجات أهالي المنطقة أو القاطنين بها. أيضا أعقب على كلام الأستاذ نبيل، فندق قصر البستان أو الباقي الفنادق، أيضا أذكر لك مثال آخر، طيران عارض يسير من دول اسكندنافية إلى محافظة ظفار، والإقامة في فنادق الخمس نجوم ب 16 ريال لليلة في فندق الخمس نجوم. لماذا المواطن لا يعلم عنها؟ لأن هنالك تشجيع للباقات السياحية إلى خارج السلطنة أكثر مما هي موجودة للمواطنين. كم من المواطنين يبحثون عن إجازة أسبوعية يقضوها في فندق خمس نجوم مع بعض الخدمات، بعض التسهيلات ب 16 ريال أو 18 ريال لليلة الواحدة. من يعلم عن هذا الموضوع؟ لا أحد يعلم عن هذا الموضوع. إذن تشجيع منظمي السفر والسياحة أو الشركات السياحية أو حتى وزارة السياحة على مثل هذه الباقات وطرحها كبرامج سياحية تتناسب مع احتياجات الأسر العمانية وتفي أيضا بطبيعتها، سوف تجد أيضا طلب كبير في هذا الجانب. إذا نتفق بأن المقومات موجودة، لكن المرافق والتسهيلات قد تكون مغيبة. بالإضافة إلى ذلك، وعي الأهالي أو حتى من يحبون الاستثمار في هذا القطاع غير موجود، لا توجد ثقافة يعني منتشرة عند الأهالي، شبه معدومة. طيب عبد العزيز، الآن مما ذكره نبيل وأيضا بدر، ما هو المطلوب؟ يعني مطلوب عمل الاستقطاب المزيد من السياح للسلطنة من كافة الفئات، من الدول المجاورة، من دول العالم، بخاصة أن في بعض المواسم في محافظة ظفار مثل ما قال بدر، وأنا شاهدت هذا الأمر حقيقة يعني قبل كم شهر، أنه فنادق هناك خمسة نجوم والغرفة ب 16 ريال، وهناك كثير من الأفواج الحقيقة شفته من دول الاسكندنافية، شفته من ألمانيا في محافظة ظفار. طبعا أنا أتفق في نقطة مع أخوي بدر واختلف معه في نقطة. قطاع السياحة اليوم والجهات المعنية بتنظيم السياحة في السلطنة
ليست يعني كل شيء على عاتقها، هي بالفعل جهة تعمل استراتيجيات وشغالة وتحاول تستقطب وتجيب الأفكار. حتى الفكرة اللي طرحها أخوي بدر اللي هي البي إن بي اللي هي المكان للبريكفاست وكذا موجودة، هذه الحين جالسة يدرسوها في الجهات المعنية، أعتقد وزارة السياحة على حسب معلوماتي، وراح تطرح. لكن هذه منظومة متكاملة أخوي يوسف. اليوم طبعا هي النقطة الشق الثاني اللي أنا أتفق معهم الاثنين، البنية التحتية. لو تكلمنا عن الشرقية أو تكلمنا عن الوسطى، في أماكن أنت تتكلم أخو يوسف عن مقومات سياحية، مقومات سياحية نعم موجودة، بحر، جبل، مناظر طبيعية، أفلاج، عيون، الطقس، الطقس طبعا. طيب البنية التحتية لإقامة هذه المشاريع، شوف هناك في مشكلتين. المشكلة الأولى البنية التحتية، طيب هل هذه نقدر إحنا نلام عليها اليوم وزارة السياحة فقط؟ لا طبعا، هي لعدة جهات، البيئة، عندك الأسكان، عندك البلديات، الكهرباء، الماء، الكهرباء نعم. رقم اثنين واللي هو نفتقر له بالحقيقة بالفعل اللي هو التسويق. تسويق لربما يمكن احنا في السلطنة عندنا عروض طبعا مغاير لقصر البستان لو استبعدنا نوعا ما، لأن ما جالي شفت له اي اعلان او لاي بروموشن في السلطنه حتى على المستوى. اذا الحين في عندك موسم تخرج عنا السياحه الخارجيه، قصر البستان اليوم تحفه من التحف اللي امر فيها مولانا صاحب الجلاله انها تكون فندق وتكون مزار وتحقق من عائدها يعني اموال تشغيليه وربحيه بسيطه. اتوقع اوافق اخوي بدر هنا اذا ممكن يعملوا هم عروض او يستغل هذا او يعني الفصل الصيف للفصل الصيف نعم، هو مزار ويعكس ثقافه، لان قصر البستان اعتقد صمم وبنى بشكل عماني حضاري بحت. فهنا المشكله اللي هي منظومه متكامله وليست نعول على وزاره واحده يعني نرمي اللوم، ولكن هي من الجهات. ولكن وزاره السياحه هي الجهه المخططه ايضا لمشروع سياحي، وهي التي تقوم بهذا، وهم قائمين صح الحقيقه لا حقيقه يعني لهم قرب منهم كبيرة. يعملون يعني ليل نهار من اجل فعلا النهوض، لان نحن هذا القطاع نعول عليه أكيد. وبالتالي عندما نطرح مثل هذه الامور في برامجنا ايضا من اجل الدفع وبالنهوض بهذا القطاع ونشرككم انتم كاشخاص متخصصين في هذا الميدان. انا اسال هنا نبيل، اول شيء بسالك لماذا لا تقومون بالترويج على المستوى الداخلي طالما ان هناك يعني في اسعار تنافسيه الان في موجود لا يعني نقول طبعا على سياسه يعني. لا لازم في سياسه ترويج. احنا نزلنا الاسعار بالطريقه هذه للمواطن والمقيم. تم يعني عندك عده قنوات وموجوده الاسعار فيها طبعا من خلال موقعكم، من خلال الموقع، من خلال طيب الاسعار اقل الاسعار كم الحين في الليله الواحده مع الافطار مع الفطور ومع الضريبه ورسوم الخدمه كامله 95 ريال اقل شيء هذا انا لما اقول لك 60 ريال 60 ريال الغرفه، انت لما تحط عليها الفطور لشخصين والضريبه توصل اكثر، لكن احنا اعطيناها كسقف 95 ريال ممكن تحصل غرفه، لكن بس ما تدفع شيء ثاني خلاص فطورك لكن هناك من ايضا موجوده يعني، لكن في ناس ايضا يحاولوا انهم المجيء لا موجود الحمد لله رب العالمين. انت اليوم الحين شوف بفضل احنا نقول التسويق فيه وما فيه، لكن الحمد لله رب العالمين يعني نتكلم ان اليوم لما في شهر مايو وفي شهر يونيو فنادق مسقط نسبه الاشغال فيها اللي لما كانت قبل كم سنه 10% في الاشهر اليوم توصل فوق 50-60% الان في الصيف ايوه، فهذا شيء يعني الحمد لله يبشر بالخير. هذا يعني يبشر بالخير وهذا يبين جهود الاخوه في وزاره السياحه مو مقصرين في التسويق في تسويق. هل لكن انت سالت عده اسئله حلوه من ناحيه ان هل احنا محتاجين الشخص يجلس في البستان؟ عندنا ناس يجوا الفندق، المنتجعات السياحيه هل هي مفيده لصاحب الفندق؟ ايوه. هل المنتجع السياحي يعني يجيك للفندق يقعد 3 أسابيع ما ينزل الا مره واحده؟ صحيح. يجيك 20 سنه، خلال 20 سنه كل سنه يجي نزل مره واحده، صرف يمكن يدوبك التاكسي ورجع بس يجلس، لان الناس تدور المقومات اللي يبغى الشمس يبغى البحر. من ناحيه هل يعني مستغله المقومات او ما مستغله، هو الناس في يعني مثل ما تفضل الدكتور دكسا يقول لي هل ايش هو الهدف؟ هي منظومه، هل احنا نبغى سياحه؟
إذا إحنا نبغى سياحة سياحة عامة تقصد. سياحة عامة في البلد عامة سياحة النخبة سياحة شوف نخبة وغير نخبة ترى هذا أبو يجلس ثلاثة أسابيع داخل فندق ما يخرجوا إلا مرة واحدة هذا من النخبة أيوة بس هذا جاي يعني رجل مليونير أنا يعني بس أنا محتاج يعني يا أخي أنت أيضا أنت وأنا يوم كنا في الجامعة ما كنا نسافر غيرنا ناس ما كانوا يسافروا الناس عندك موظفين يسافروا إحنا نقول لك والله ما نبغى اللي يشيل شنطته على ظهره يمشي هذا النوع من التجربة السياحية المتعة السياحة المغامرات يعني أنا الحين ما معنى أشوف لك أطباء دكاترة جامعة أمور لابس شالين شنط مع عظامهم يمشون هذا ما يبي ينام هذا لما بيسكن فندق بيسكن في أربع على الأقل أربع نجوم صحيح لكن شفناهم على الشواطئ وشفناهم طيوي وشفناهم في الجبل الأخضر لكن نعم. إيش اللي يحدد سعر التذكرة سعر المنتج سعر الأمور مثل ما تفضل الدكتور يقول لي صلالة 16 ريال أيوة موجودة لكن المروج السياحي يلتزم معاك بآلاف الغرف اللي يعطيك إياها وأنت في موسم يعني يعتبر موسم بالنسبة للمواسم الشتوية في بالرغم صلالة الحمد لله صيف شتاء سياحة فيها هذه قرارات أحيانا يتخذها مدير تسويق وهل هي قرارات سليمة ولا غير سليمة هذا يعتمد على المؤسسة نفسها والمؤسسة واقتصادياتها فاهم فهل راح يروجوا هذا في عمق هم يروجوها لأسباب معينة لأن أنا والله أضمن حد أدنى للدخل وبعدين أقعد أسوي بالأعرض اللي موجود بالأمور الأخرى وهذه مهمة جدا في البداية لفنادق جديدة لأمور جديدة مهمة جدا في البداية لتعرف الناس تعرف السائح تعرف الأمور لكن إحنا مثل ما تفضل دكتور إحنا محتاجين المرافق إحنا محتاجين الخدمات إحنا محتاجين الثقافة الثقافة السياحية هذه أنا أتذكر في سنة 90 كنت أشيل ناس كان عندنا شركة سياحة كنا ناخذ ناس إلى الصحراء أول مخيم في رمال الشرقية إحنا كنا مسوينا كنا نشيل ناس هناك وكانوا المواطنين في المنطقة شغلناهم أول يمكن إحنا نشغل مواطنين في المنطقة إحنا ومن ضمنهم كان واحد معاق ويتحدى أي واحد يسوق سيارة في الصحراء الأجانب كانوا ينبهروا بالأمور هذه والناس تعزمك لبيتها صحيح. خوفي كان في ذيك الفترة وكنت أقولها إن يا أخي إن اليوم إحنا نعزم ناس ونعطيهم قهوة بحسن نية بأمور هذه أتمنى أن بعد 10 سنين 20 سنة ما تكون هالقهوة نعطيها نطلب نتوقع منها فلوس مردود. لأن المردود يكون بما معناه أن الثقافة السياحية تدرس في المدارس تبي الصراحة يعني وهذا من ضمن الاستراتيجيات اللي ينظرون لها إيش هي المناهج إحنا لما يعني الواحد يجيك بيتك في معايير معينة أنت تأخذها في البيت بحكم إنه يجيك بيتك. فاللي يجيك السلطنة يعتبر جاي إنك بيتك صحيح. فأنت هل كيف طريقة التعامل عندنا ناس ويدخلوا في الشركات الصغيرة يقول لك شركة سياحة هذا أنا ما أسوي فلوس ليش؟ لأن ما حد وجهها بالنسبة للمعايير ما حد وجهها من ناحية أمور الأمن والسلامة ما حد وجهها فإحنا محتاجين يعني الحمد لله أتمنى أن الاستراتيجية هذه راح تأخذ تتناول كلها لأن في جهات كبيرة مثل ما تفضل يعني عندك البيئة فيها جميع الجهات جميع الحكومية الجهات وحتى المؤسسات وأتمنى أن إن شاء الله رح يتغير النظر للسياحة لأن أيضا السياحة عندك يعني خلال نقول نحن خلال 5 سنوات القادمة إن شاء الله تكون هناك نظرة مختلفة في إطار هذه الاستراتيجية بإذن الله تعالى طيب. بإذن الله أنا أسأل هنا بدر يعني من خلال الواقع ومن خلال ما يعني يتم بحثه نجد أن ما زال رجال أصحاب الأعمال المؤسسات الخاصة تتردد في إنشاء المشاريع السياحية لأن مردودها أساساً هو طويل الأمد يعني. طيب برأيك كيف نستطيع أن ندفع بهذه المؤسسات أصحاب الأعمال لدينا 12 مليار ما يزيد عن 12 مليار ريال في البنوك المختلفة ومع ذلك نحن نبحث عن مستثمرين من الخارج هذه المعادلة كيف نستطيع حلها؟ شيء ضروريين في هذا الجانب لجذب الاستثمارات وأيضا وضع عمان ضمن بيئة استثمارية مناسبة سواء كان للمستثمر المحلي أو المستثمر الأجنبي الشيء الأول إيجاد نماذج متميزة في القطاع السياحي وهذا شيء مهم جدا إذا ما أردنا أن ننهض بقطاع السياحة نماذج من ناحية الأشخاص أم من المشاريع سياحية نوعية متميزة ناجحة طيب أليست لدينا مشاريع الآن ناجحة؟ إلى الآن لا يوجد مشاريع اكتملت في المنظومة السياحية ربما مثل ما تفضل
الأستاذ بأنه شانغريلا ربما من المشاريع المميزة في قطاع السياحة الحديثة، يعني دخول عمان في السياحة الحديثة من 2004 هو النموذج المميز، ولكن هذا أتى بشراكة أو بدعم حكومي مباشر وسخي في الجانب الآخر لإظهار هذا النموذج، وبالفعل أظهر نوعا ما شيء من تقبل المستثمر الخارجي وأيضا المستثمر المحلي. الجانب الثاني والأهم في البلد بأن نوجد أيضا قاعدة من التشريعات والأنظمة والمحفزات للاستثمار السياحي تتيح للمستثمر بأن يستثمر داخل البلد بدون قاعدة من التشريعات المناسبة، بدون قاعدة من يعني جو آمن في الاستثمار داخل البلد، سواء كان بمشاركة الحكومة أو حتى بتقديم المشورة أو من خلال حتى مؤشرات. أنا أعتب يعني شديد العتب على ربما بعض المواقع أو المركز الوطني للإحصاء والمعلومات من خلال بعض المعلومات اللي يجد فيها المستثمر عدم وجود قاعدة حقيقية لهذه البيانات، سواء كان من عدد السياح، نمط الاستثمار. نسافر إلى دول كثيرة من دول العالم، نريد أن نبحث من هي النوعية من السياح اللي تزور عمان، وما هو النمط الذي يبحثون عنه في البلد. نجد هذا الشيء غير موجود في الإحصائيات والأرقام والمؤشرات. المستثمر عندما يريد ضخ مليارات الريالات داخل البلد يحتاج أن يعرف من هو المستثمر، من هي الفئة المستهدفة، كيف يمكن أن أصل إلى عملائي، كيف يمكن أن أصل لفئة السياح. أجد في قاعدة البيانات هذه مغيبة. عندما نسافر لبلدان كثيرة قبل أن نصل بالطائرة نجد استمارة بسيطة نملأها، لماذا زرت هذا البلد، لماذا وجدت هذه بيانات، توجد قاعدة استثمار حقيقية للبلد عندما طيب يريد العودة إليها. هذه البيانات غير متوفرة الآن؟ هي إذا كانت متوفرة هي غير مناسبة للطرح، يعني من جانب أكاديمي أنا أقولها غير مناسبة أبدا للطرح. محتاجين إلى تغيير لهذه، محتاجين إلى تغيير، ومحتاجين أيضا إلى الجلوس مع هؤلاء الأشخاص اللي يعدوا هذه البيانات بحيث أنها تكون واضحة ودقيقة للرجوع إليها بطريقة تتناسب. أعطيك مثال بسيط إذا تسمح لي. أظهرنا بيانات عام 2013 بأن عدد السياح اللي زاروا عمان في هذا العام 1,084,000 سائح، بنوها على عدد تقريبا 240 باخرة سياحية زارت السلطنة، وهذه الباخرة السياحية محملة بما يقارب 400,000 سائح. من ضمن المنظومة السياحية وفي كل المؤشرات، سواء كان من المنظمة الدولية للسياحة أو حتى المجلس العالمي للسفر والسياحة، بأن السائح هو اللي يمكث أكثر من 24 ساعة ويستخدم الأماكن الإيوائية. هؤلاء الأشخاص اللي يستخدموا البواخر السياحية لا يمكثوا في السلطنة لأكثر من 4 إلى 5 ساعات. صحيح. ولا يمكن أن نسميهم كسائحين داخل البلد، بل هم زوار. وقد يكون هؤلاء الأشخاص نحن نسميهم الماس توريزم أو السياحة الجماعية اللي دائما ما ينفق فيها العدد أو المبلغ اللي نبحث عنه. يعني تصور بأن الرحلة السياحية داخل مسقط تكلف هؤلاء الأشخاص للشخص الواحد 3 ريالات أو 1.5 ريال، مع أن النفط لدينا مدعوم وكل الخدمات مدعومة، ولا يدفع تأشيرة، هذه مدعومة تسمى التأشيرة البحرية وهي مجانية. إذن ما صرف شيء. إذن هؤلاء الأشخاص لا يعودوا بالنفع، ولا يمكن أن نسميهم كسياح. أضفنا ما يقارب 400,000 سائح ضمن الإحصائية المقدمة من المركز الوطني للإحصاء والمعلومات، وهذه ربما مشكوك فيها. طيب أين موقعهم هؤلاء الأشخاص؟ عندما أضع استراتيجية أو ما يسمى بزنس بلان أو دراسة جدوى لمشروع معين وأضعها في عدد من الأشخاص، لا أعلم هؤلاء الأشخاص كيف دخلوا البلد وماذا نفقوا وكم الإنفاق اللي نفقوا داخل هذا البلد. هذا ربما يشكل لي لاحقا مشكلة عندما أضع هذه الأشياء. نحن سنأتي إلى موضوع تحويل ميناء السلطان قابوس، هناك خطة بتحويل وحول يعني الميناء إلى ميناء سياحي، وبالتالي هذا سيجعل أيضا هناك تدفقات من السياح من خلال عبر السفن، ونتمنى هؤلاء السياح يمكثوا في السلطنة وينزلوا إلى الفنادق المختلفة. ولكن دعونا في الأول نأخذ هذه الاتصالات. معنا أولا سيف العوفي. سيف. نعم، مساكم الله بالخير أستاذ يوسف. مرحبا أخوي سيف، تفضل. لدي 4 نقاط طال عمرك بالمشاركة معكم. مو رايك تخليه 2 نقطتين على أساس نعطي فرصة لبقية الشباب المتصلين؟
والله ان شاء الله خذ اهم نقطتين ورايك ان شاء الله. يلا بسم الله. اولا الاهتمام بالمرشد السياحي. اين المخرجات من الكوادر العمانية التخصصية في الجانب السياحي؟ ثاني شيء، لماذا لا يهتم بتطوير الاماكن السياحية كالأشخرة والأودية؟ عدم وجود الفنادق الراقية في الولايات التي تتمتع بالمقومات السياحية. وتساؤل الأخير، أين القطاع الخاص؟ آن الأوان أن يلعب دورا بارزا في هذا الجانب. طيب، أسئلة واضحة. أسئلة واضحة. شكرا. هيثم، هيثم السعيدي تفضل. هيثم الشعيبي تفضل. هيثم، السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله. أسعد الله مساكم أخي يوسف. مساك الله بالخير يا مسان. جزاكم الله خير على الطرح الطيب والاستفادة العامة، وحي ضيوفك الكرام خاصة عبد العزيز الحسني الذي له دعم مشهود له في الولاية والمناطق في المجال السياحي. أنا عندي سؤال وعندي اقتراح ومناشدة. تفضل. السؤال الأول، في مخرجات مثل ما تفضل الأخ سيف العوفي جزاه الله خير، في مخرجات كثيرة من في مجال السياحة وناس كثير ملمين في السياحة، ولكن للأسف الشديد لأنها ما يعرفوا عن استراتيجيات السياحة في سلطنة عمان. سلطنة عمان تتميز بتضاريس كبيرة وكثيرة، وتقريبا الدولة الوحيدة موجودة في المنطقة وفي الإقليم اللي تحتوي على ثلاث مناخات: مناخ البحر المتوسط، المناخ الصحراوي السائد، ومناخ الرياح الموسمية اللي هو الخريف. فما في استراتيجية واضحة يعرفها المواطن عشان يساهم في 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 تطوير قطاع السياحة. أقصد بالاستراتيجية هذه استراتيجية واضحة للنهوض بقطاع السياحة، متعاونة لكل الجهات اللي هي تقوم في تطوير السياحة متعاونة مع بعض، وفي آلية واضحة أساس يمشي عليها الكل. هذا السؤال الأول أو الإبهام الأول. المداخلة. الاقتراح الثاني بالنسبة للأسعار. إحنا أغلب المواطنين أو أغلب السواح الداخليين أو الخارجيين يعانوا من الأسعار. فطيب، تفضل الأخ نبيل جزاه الله خير ووضح المسألة العرض والطلب. طيب، ليش ما يتم تحديد مواسم السياحة؟ يعني على سبيل المثال، أنا أعرف أن في شمال السلطنة يكون في فصل الشتاء سياحة كثيرة فيكثر الطلب. هناك ممكن تكون في آلية للأسعار، ويكون الأسعار تكون بشكل يعني قد تكون اللي هي لمصلحة الكل، يعني على سبيل المثال أنهم يرفعوا السعر اللي هو المناسب على حد الطلب. يعني في غير المواسم الشتاء يكون تكون طبعا الناس يجوا للحاجة فيستأجروا فنادق لحوائج خاصة، مثلا حاجات طبية، ناس جايين من مكانات معهم مواعيد في مستشفيات أو حاجات خاصة وراجعين، يحصلوا نفس الأسعار أو تقريبا أسعار مقاربة من الغلاء. النقطة الثالثة والمناشدة هي احنا معانا عدد كبير من العمانيين يسافرون بحثا عن السياحة خارج الدولة، وللأسف الشديد لما يعرف الوافد أو يعرف الشخص اللي عن 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 المقومات السياحية الموجودة في سلطنة عمان يستغرب كيف هذول الناس يسافروا هناك. طيب، ليش ما تعرفنا على مطالب هؤلاء المسافرين أو السواح؟ طيب، ما هي المطالب التي يسعون لها ويمشوا لها خارج؟ ووضحت الصورة. شكرا، شكرا لك هيثم. ونسمع لراشد. راشد الجنيبي تفضل. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله. هذه وجهك، كيف الحال؟ بخير طال عمرك. نعم، احنا انا يمكن لحقت على برنامجكم متاخر، لكن يعني فعلا السياحه تبقى هم 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 كبير وهم وطني. قبل نحن نتمنى يكون هو هدف وطني. هو ما هدف هم يا راشد، نتمنى يكون هدف وطني واستراتيجيه. سامحني استاذ يوسف، انا اقصد بالهم بمعنى الشيء العبء الثقيل على، لكن كيف تخرج وكيف تبرز هذه السياحة بما لدينا من مقومات طبيعية ومقومات حقيقة، يعني زي ما تفضل المتحدث اللي سبقني بالمداخلة إن فعلا في عندنا ثلاث مقومات يعني للأسف لا نشتغل عليها. نحن شبعنا تنظير أستاذ يوسف. آن الأوان، أنا أقول لك آن الأوان، ما عندنا بديل بعد النفط، يعني والله إن شاء الله يزيده ويزيد اكتشافاته إلا السياحة. آن أن يكون هناك يعني خيار استراتيجي يقوم على قناعة وطنية في الداخل قبل ما نروح نطلب ونبحث عن مستثمرين في الخارج. يعني كثير من الأخوة اللي نعرفهم على صلة وارتباط بهم عندهم هاجس كبير وعندهم رغبة أن يطوروا ويشاركوا في تطوير هذا النشاط، لكن حقيقة تجد المعوقات الإدارية ولا يعني إيش بقول لك. يعني أنا أيضا من الأشخاص الذين يعني مروا بتجارب وما زلت أحاول
وما زلت أرى أن هذا القطاع قطاع واعد، ولا أوافقك فيما يعني ذهبت إليه من أن هذا الاستثمار يحتاج إلى نفس طويل، بالعكس مردوده عالي وسريع وقصير المدى. يعني عملية الحصول على مردودات إيجابية من وراء هذه الاستثمارات مهما كبرت. راشد، لكن راشد تعمل في السياحة؟ كيف طال عمرك؟ تعمل في السياحة؟ تعمل يعني في القطاع السياحي؟ أنا نعمل في السياحة، ولكن عندي تطلع وشوق حقيقة يكون خياري القادم يعني. إن شاء الله نتمنى لك نتمنى لك التوفيق. أتمنى لكم التوفيق للبرنامج. شكرا راشد، نتمنى لك أيضا التوفيق، وإن شاء الله يعني تكون هناك إجابات أيضا من الأخوة حول كل التساؤلات هذه. ولدينا متصل أخير، تفضل علي المطاعني. تفضل. نعم، شكرا لأخ يوسف وحييكم علي المطاعني الصحفي. نعم. زميلنا، تفضل. حياك الأخ يوسف، وأنا أشكركم على فتح موضوع السياحة للمناقشة وإثراء بالآراء المشاهدين. طبعا أنا أرى أنه نحن لازم أو يجب علينا أن نتخذ السياحة فعلا أن نحن عايزين نرغب في تعزيز قطاع السياحي. يعني في توجه يكون عام في الدولة بأن نحن نريد نعزز قطاع السياحي كأهم القطاعات السياحية الاقتصادية في البلد. أول شيء لازم يكون في توجه واضح. ثم ثانيا أنا أرى أن وزارة السياحة من الآن يجب أن نحول إلى هيئة سياحة وليس وزارة السياحة. نحول إلى هيئة استثمارية وليس وزارة خدمية. لأن الوضع الوزارة أو وضع وزارة قطاع السياحة فهذا الوضع لا يمكنها تتحرك بشكل استثماري بشكل مرونة أكثر. لأن قيود الجهات الحكومية تحد من أنه تعمل على تعزيز هذا القطاع. طيب يعني طيب إذا علي يعني إذا الوزارة ضمن المنظومة الحكومية وهي وزارة يعني مع شقيقاتها بقية الوزارات المعنية بتطوير السياحة لا تستطيع وتقول هناك معوقات، فكيف إذا كانت هيئة؟ أنا قصدي أن الأخ يوسف عندما تعطى هيئة تعطى صلاحيات أكبر مرونة أكبر. هذا هو الهدف، لأنه إذا أنت نفقت اليوم ريال في قطاع السياحة بكرة أنت تأخذ 10 ريالات. صحيح ربي. صحيح. احنا ما زلنا ما وصلنا هذا المفهوم. ولذلك انت عندما تقيد وزارة السياحة بموازنة مالية على 5 مليون او 3 مليون ايش تقدر تعمل وزارة السياحة؟ احنا اريد اعرف ايش تعمل وزارة السياحة؟ احنا نقول وزارة السياحة، لكن وزارة السياحة عندما ترى كم موازنة الإنمائية كم موازنة وزارة السياحة؟ ما تتزاوج عن 5 مليون. موازنة الرواتب والمصاريف الجارية كم؟ موازنة المائية كم؟ لذلك احنا لابد نتحرك في نتكلم ايه بالضبط احنا وفرنا لهذا القطاع. طيب الجانب الاخر المهم ان هذه الوزارة احنا يجب نغير مفهوم، يعني لماذا احنا عملنا هيئة الدقم؟ لماذا احنا عملنا هيئات اخرى استثمار؟ لان هذا قطاع استثماري وليس خدمي فقط. فاحنا يجب ان نبدل الاطر والتوجهات الى ان احنا في السياحة. ثم شيء لابد احنا ايضا المجتمع ما يساعد قطاع السياحه. انت يوم تريد مثلا منطقه تطور منطقه تطلع لك الاهالي بعيد 100 مشكله، فكيف انت كوزاره وكحكومه بتغير السياحه؟ كيف تغير السياحه؟ تريد تسوي فندق مكان قالك لا تسوي فندق. اذا بتسوي تطور عين ولا تطور موقع سياحي طلع لك 100 ملكيه. فايضا الوعي المجتمع لازم يتغير. نعم وضحت الصوره علي. خلينا نعطي فرصة للشباب أنهم يجاوبوا على أسئلتكم. شكرا جزيلا لك علي على هذه المداخلة، وأنا أبدأ بها. يعني الحقيقة هي مداخلة مهمة. يعني علي قال يعني يجب الآن طالما أن هناك استراتيجية أن نتحرك بشكل مختلف، وهو أن يكون عندنا هدف استراتيجي فيما يتعلق بأن يكون أن تكون السياحة هي مستقبل البلاد، وبالتالي يعني يطرح موضوع أن تتحول وزارة السياحة إلى هيئة استثمارية لديها كافة الإمكانيات وليست وزارة خدمية. أنت كيف تنظر إلى الأمر؟ طبعا شوف أخو يوسف، التعامل وزارة السياحة هي جهة منظمة للسياحة وجهة تعد استراتيجيات. اليوم السياحة تتعامل مع عمالة أو نزلاء من خارج السلطنة، إذن لها تبعيات. التبعيات أول شيء تبعيات أمنية، لها منظور بيئي للتصاريح السياحية، لها أيضا كذلك مواقع. طيب
يعني نعم. هي حتى لو كانت هيئة مثلا، وهو يقول علي أن تكون هيئة مستقلة مثل هيئة الدقم، وبالتالي تعطى هذه الهيئة كافة الصلاحيات وبالتالي تعمل طبعاً. مع الجهات الأخرى الحكومية بحيث نحن نتطلع إلى السياحة بشكل مختلف، وأن تكون لدينا استراتيجية واضحة، وأن السياحة هكذا يعني نقول أن السياحة مستقبل البلاد. ممكن مقترح جدا طيب وإيجابي. نعم صح دي. بالفعل. طيب نبيل أنت كيف ترى الأمر؟ أنا أنظر لوجود الوزارة كجهة تشريعية، كجهة تنظيمية، كجهة يعني شيء جيد. ما بالعكس، يعني أنت محتاج الجهة هذه، ومحتاج تكون على مستوى مجلس الوزراء ويكونوا موجودين هنا. أنت محتاج، لأن هي مش لوحدة، هي مربوطة بمنظومة متكاملة. صحيح. ونحتاج الاستراتيجيات والأمور وضبط الجودة وتنظيم معلومة، أشياء كثيرة. أنت محتاج هيئات لها الصلاحية من ناحية الاستثمار. محتاج أنت، إحنا شيء محتاجينه بصراحة هي هيئة التسويق السياحي. اللي لها يعني هيئة التسويق السياحي بما معناه، مثل ما تفضل الدكتور، عملية تكون عندها إحصائيات. التسويق، الإحصائيات من ضمن التسويق، الجودة، معايير الجودة من ضمن التسويق، أشياء كثيرة. فأنت محتاج جهة متكاملة منظمة للأمور هذه، بحيث أن أعطي المعلومات الصحيحة، بحيث أني أعمل التسويق السليم اللي يعكس التجارب اللي ممكن يخوضها وتعكس المقومات السياحية السليمة عندنا، بدل ما في كثير الحين طيب. مجهودات إيه. طيب أنا أنظر الاثنين. أنا في آخر البرنامج للأسف أنا تجيب على جميع الأسئلة. أسئلة الاثنين أعتقد الاثنين تكون الهيئة موجودة والسياحة كمنظمة، التسويق السياحي بمحدد أهدافها، والوزارة طبعا بحكمها كالأم يعني كمشرع أساسي. كمشرع أساسي. بدر، فيما يتعلق ما قاله سيف العوفي، يعني وين الاهتمام بالمرشد السياحي وانت يعني في المعهد، وأيضا فيما يتعلق بتطوير الأماكن السياحية وبسرعة لو سمحت، الأشخرة والأودية؟ نعم، الإرشاد السياحي موجود كبرنامج، هنالك برامج تقدم من قبل الكليات المتعلقة بالسياحة، ولكن ربما الأخ سيف العوفي نظر إلى جانب اتساع رقعة عدد السياح الموجودين، كثرة الطلب وقلة المعروض من المرشدين السياحيين. هذا من ضمن الأشياء اللي نواجهها حقيقة، وخاصة باللغات الأخرى، سواء كان اللغة الألمانية أو اللغة الفرنسية أو الإيطالية، هي الأبرز اللي تزور السلطنة من المرشدين. بالتالي يجب أن نغير حتى في المناهج فيما يتعلق بهذه المنظومة. ليس تغيير، هنالك عزوف، نأخذها من هذا الجانب، هنالك عزوف انخراط المواطنين أو مخرجات دبلوم التعليم العام بالالتحاق بقطاع السياحة. يعني نطرح برنامج يضم 100 طالب، نجد 30 طالب من انخرط. طيب هذا هنالك عزوف بسبب قلة الوعي. طيب لا ألوم المواطنين أيضا في الجانب الآخر، يجب أن تكون هنالك وعي أكبر بأهمية هذا القطاع. هناك ما يقوله هيثم الشعيبي أيضا، أن هناك مخرجات كثيرة في مجال السياحة، ولكن لا يجدون العمل المناسب أو أنهم يعملون في إطار رواتب محددة. أنت كيف ترى الأمر؟ نعم، أنا طبعا أشارك أخوي المتصل هيثم. نعم، المخرجات موجودة، وهذه استراتيجية تبنيناها احنا في غرفة التجارة صناعة هذه السنة، أن يكون استهدافنا الأول في تطوير الإرشاد السياحي، لأن هي الواجهة الأساسية للدولة للسياحة، وهم هذا الأشخاص كل ما أهلتهم ودربتهم راح ينقلوا الصورة الحقيقية. طبعا بالنسبة هذه مشكلة التوظيف، نعم أنا أتفق معك أخي يوسف، لأن الراتب اللي يندفع اليوم للمرشد السياحي أو البيئة العمل المكيفة لهذا الشخص لا تتناسب معه، فبالتالي ترجع عكسا على مثل طلب أخوي بدر، إن مش قلة الوعي وإنما هي التشجيع أو المحفز اللي يوجه هذه الفئة من الشباب أو الإرشاد السياحي للكليات. طيب نبيل، يعني راشد الجنيبي يقول أين القطاع الخاص فيما يتعلق بالاستثمار في القطاع السياحي؟ هو من الأشخاص الذين أيضا يودون الدخول في هذا القطاع، ولكن يقول هناك معوقات. كيف ترى هذه المعوقات وأنتم من وأنت تشارك في بناء الاستراتيجية؟ المعوقات بالنسبة يعني اللي أحسها في وين القطاع الخاص، هي معوقات تشريعية أهداف لازم تكون واضحة. أنا اليوم أعمل الفندق، ما أعرف بكرة بيسكروا لي مطعمي ولا لا، بكرة بيحطوا علي قوانين أخرى. فأنت لما تكون هناك سياسة واضحة وأهداف واضحة، تشريعات سواء كانت من ناحية العمالة، سواء كانت من ناحية الاستثمار، تشريعات واضحة، مثل البيئة التحفيزية تكون موجودة، أنا أحفز لنا المستثمر، أعطيه اللي الحين أنا عارف أن في إعادة نظر من ناحية الأراضي السياحية ومن ناحية الأمور هذه كلها.
عبد العزيز كان يريد أن يعلق لكن نحن يبدو أن وقت البرنامج قد انتهى. على كل حال نتمنى أن نعرف موضوع السياحة هذا موضوع كبير وموضوع متشعب وهو أيضا في حقيقة الأمر فعلا يعني موضوع يستحق أن نجعله هدف أساسي وبالتالي نتطلع إلى بناء وإلى تنفيذ استراتيجية متكاملة والمشاركة والمساهمة من جميع الجهات الحكومية الجهات الخاصة بناء ثقافة مجتمعية فيما يتعلق بالسياحة الإعلام بأدواته المختلفة يجب أن يشارك وبالتالي من هنا نقول أن السياحة مستقبلنا إن شاء الله. شكرا جزيلا لك بدر شكرا نبيل شكرا عبدالعزيز الله يسلمك وشكرا لكم أعزائي المشاهدين في الأسبوع القادم نلتقي في مالها.